السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي الدائم الهام شنال. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم زينة وفي تمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات وعند جميع المتتبعات الوفيات على القناة. وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة لعلاج التساقط، علاج الفراغات، علاج مشكل الصلع وجميع المشاكل الموجودة في الشعر، منها التقصف، منها الجفاف، منها القشرة، منها كل شيء المشاكل، وحتى الشعر اللي ما تيطوالش، الشعر العجزان اللي تيبقى ديما في الطول ديالو او في الحد ديالو واخا دوز فترة طويلة ولا قصيرة فما تيطولش نهائيا. فهاد الوصفة غتحيد لك ان شاء الله داك العجز ديال الطولة نهائيا ديال الشعر، غادي يولي طوال لك بهاد المكون السحري واللي هو الخل. ايه البنات غتحتاجوا معايا الخل ديال المائدة، كنا تنعرفوا الخل ديال المائدة والفوائد ديالو والمزايا ديالو التي لا تعد ولا تحصى، فغتحتاجوا معايا ان شاء الله خل المائدة لعلاج هاد المشكل هذا اللي هو التساقط والفراغات. كنا تنعانوا حنا السيدات، ما كايناش شي وحده في هاد الوقيته ديال البرد وديال الشتاء اللي ما تتعانيش من هاد المشاكل هادو. فدابا بسم الله على بركه الله غادي تعرفوا على المكونات، ولكن قبل بغيت نقول لكم مرحبا بكم غزالات ديالي، كل من كتابعني وكل من كتزورني مرحبا بها. ما تنسوش تشاركوا في القناه، شنو تتسناو؟ فعلوا زر الجرس، خليونا التعليقات ديالكم، اقتراحات ديالكم، استفسارات ديالكم، الاسئله ديالكم وكل ما كيتعلق بكم خليوه لينا في لي كومونتير. فمرحبا بجميع الغزالات ديالي وجميع المتتبعات ديالي، ما تنسونيش من لي لايك ديالكم. فاي وحده كتشاهدني دابا تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. وبسم الله على بركه الله غنمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه والطريقه ديال التحضير ديالها والطريقه ديال الاستخدام والاستعمال ديالها ايضا. فغنحتاجوا ان شاء الله المكون الرئيسي اللي هو خل المائدة الرائع والسحري كمكون رئيسي، وغنحتاجو المكونات الثانوية فيها العدس. غادي نوريكم ان شاء الله المكون ديال العدس او العدس، فهو مفيد في علاج الشيب، في علاج التساقط، في علاج جميع المشاكل الموجودة في الشعر، فهو رائع للغاية. هتحتاجي معايا ان شاء الله كمية من العدس، سواء داك اللي كيكون النوعيه الغليظه ولا الرقيقه اللي كان. غتحتاجي معايا ان شاء الله الى عشبه الويزه. عشبه الويزه كما كتعرفوا عليها فهي رائعه، سواء شربناها داخليا يعني فادنا بها الجسم ديالنا من الداخل، او استخدمناها يعني بخصوص هذه الوصفه وعده وصفات اخرين مثل وصفات التخصيص، يعني حتى هي مفيده جدا. فغتحتاجي معايا كميه ان شاء الله تاع الويزه. غتحتاجي معايا ان شاء الله الى نواه التمر، يعني غتحتاجي غير النواه ديال التمر، ماشي التمر، غير النواه ديالو يعني العظم ديالو. فغادي نحتاجو ان شاء الله النواه ديال التمر. وغتحتاجي معايا ان شاء الله الى الارز، حبوب، كل هاد العناصر اللي عندي هنايا فهي عباره عن حبوب، ما كاين حتى شي مكون مطحون. غتحتاجي معايا ان شاء الله الرز، وغتحتاجي معايا ان شاء الله الحبوب الشاي او حبوب اتاي. هنا عندي المكركب، اتاي مكركب ديما تنقولها لكم، ما عنديش داك اتاي شعره، ولا عندي المكركب اي ماركه، ماشي بالشرط هاد الماركه اللي عندي، اي ماركه البنات عندكم استخدموها. ففي المجموع عندنا خمسة ديال المكونات من غير الخل اللي هو سادس مكون. فدابا بسم الله على بركة الله بعد ما تعرفنا على المكونات البسيطة، الحمد لله ماشي شي مكونات اللي هي باهظة في الثمن. كاينين بعض لي برودوي ولا بعض المنتوجات اللي الثمن ديالهم باهظ، كيعملوا 500 و600 درهم مغربية من اجل يعني علاج تساقط وعلاج الفراغات، وفي الاخر فاش تاخدي المنتج تستخدميه شهر شهرين ما كتكون حتى شي نتيجة ولو غير 10%، يعني بدون نتيجة كتمشي لك ديك 500 درهم هكذاك ضاعت لك ولا 600 درهم. اما هاد الوصفه فقط بواحد 3 دراهم من كل عشبه ولا غير جوج ديال الدراهم، برعي ليا راسك وبرعي ليا الشعر ديال الوالده ديالك اولا ديال الام ديالك، برعي ليا شعر الاخت ديالك، الوليدات ديالك، بنيات ديالك اللي كانوا تيعانوا هكذا من التساقط، تيعانوا من الفراغات. هاد الوصفه صالحه حتى للرجال لانها عباره عن محلول ليست بخلطه طبيعيه. فهاد الوقيته البرد بزاف الناس قالوا ليا حاولي تبعدي لينا على الخلطات، عملي لنا وصفات عباره عن محلول او سائل اللي نرشوه على الشعر ديالنا ونلقاو عليه اشياء ايجابيه، بعدي لينا على الخلطات وبعدي لينا على هاد المسائل، بحكم كاين يعني هاد الوقيته البرد تنعرفوا الخلطات فتنعكزوا عليهم شويه.
فاكيد انا البنات كنعمل باي حاجه طلبتوها مني، فحتى نتوما بليز ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، هجموا في التعاليق، خليونا التعليقات، الاقتراحات، الاستفسارات، فالتعليقات دائما الحمد لله مفتوحه مفتوحه دائما وللابد، وبسم الله على بركه الله غادي ندوزو باش يعني نستخدمو ان شاء الله الوصفه. فغتاخدي معايا كاسرول وتضيفي ليها هكذايا كميه من كل حاجه، غادي نضيف كميه من لويزا، ونضيف كميه من حبوب الشاي ولا حبوب اتاي، وغادي ناخذ هكذايا هذاك التمر اللي قلت لكم، وناخذو غير العلفه ديالو ولا غير العظم ديالو، غير هاد النواه هذه هي اللي غنحتاجو. نواة ديال التمر زوينة بزاف، عندها عدة فوائد، فخديت هنايا ثلاثة ديال العضومات ديال التمر. دابا بعد ما تعرفنا على هاد المقادير هادو وضفناهم، غادي نضيفو دابا ان شاء الله كمية من الخل، اي خل ديال المائدة عندكم، تقريبا كمية كوب او يعني كاس كامل ديال الخل، بعد ما كتضيفوا مقدار كما قلنا كوب ديال الخل اولا جوج يعني جوج الكيسان ولا ثلاثه على حسب الرغبه. دابا كتاخدي هاد الكاسرول هادي وكتوضعيها فوق النار، ضروري هاد العناصر يغليو مع داك الخل. الخل البنات راه زوين 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 صراحه، ما كنتش كنجربو بزاف، كنت كنسمع به وكنعرفو انه مفيد صراحه، ولكن ما كنعملش به وصفات بزاف يعني قليل وقليل، ولكن مؤخرا وليت كنستخدمو وليت كنجربو ولقيت عليه نتائج رائعه فعلا فعلا، راه كيستحق منكم التجربه وما فيهش الريحه. الناس اللي كيكتبوا لي في التعاليق وراه كيخلي لنا الريحه وراه غادي يخلي لنا الريحه، ما غاديش يخلي لكم الريحه في هذه الوصفه هذه على ضمانتي، راه مجربه مني شخصيا. علاش؟ لانه هاد العناصر اللي ضفنا كل من لويزا وكل من العدس وكل من الروز وحبوب الشاي اللي كيخليو رائحة ديالهم قويه كتكون مركزه 100%، فراه ديك ريحه الخل ما كتبقاش نهائيا، غير غليو هاد المحلول هذا وردوا عليا الخبر، وهذا الشيء اللي غنعملوه مع بعضنا البعض الان. بعد ما وضعنا الكاسرول فوق النار كنخليوها هكذايا تغلى، دابا باقي ما غلاتش كما كتلاحظوا، كتغلى هكذايا تدريجيا، وبعد ما كتغلى كتصبح عندنا هكذاك الوصفه جاهزه ارى برا على وليداتك الصغار. كما تنعرفوا على النساء وعلى الامهات كتكون عندهم هكذا بنيات ديالهم فعمر صغير، كيبغيو يتهلاو فيهم ويعالجوا لهم المشاكل في الشعر ديالهم، ولكن بدون لجوء لاشياء صناعيه ولا اشياء كيماويه اللي تقدر تضر لهم الشعر ديالهم او تسبب لهم مشكل. فهاد الوصفه امنه الحمد لله حتى لوليداتك الصغار، وصالحة حتى الزوج ديالك الا كان هكذا تعاني من التساقط، شاركيها معاه وعمليها انت وياه وان شاء الله ما غادي يكون الا الخير، وحاولي تطبقيها حتى على شعرة الام ديالك. كنا تنعرفوا الامهات ديالنا اكيد الانسان فاش تيبدا تيكبر هكذا شويه بشويه تيتعرض للتساقط، تيتعرض للشيب، تيتعرض للفراغات، تيتعرض لعده مشاكل، فعمليها الوليدات ديالك وعمليها الزوج الام ديالك وحتى الجده ديالك اكيد. فالله يخلي لكم كل ما عزيز عليكم ان شاء الله، يطول العمر عند كل شخص يا رب. وكما كتلاحظوا دابا بدات هكذايا كتغلي تدريجيا كما قلنا، وما كتحتاج واحد شويه الوقت، تقريبا واحد 15 دقيقه اولا 20 دقيقه يعني ماكسيموم على الاكثر، والوصفه ما فيهاش ريحه الخل نهائيا. بغي نبشركم ونقول للناس اللي كتكتب لي في التعاليق راه فيها ريحه الخل. الخل البنات كتكون الريحه ديالو في بعض الوصفات اللي ما تكونش فيهم مثلا اعشاب او اشياء مركزه 100%، اما هذه الوصفه الحمد لله ففيها اعشاب مثل اللويزة مثل الشاي او حبوب اتاي اللي تيخليو ديك الريحه القويه والمجهده، فالحمد لله ما كاينش هذه المساله نهائيا وتماما، صدقوني غير جربوها على ضمانتي وردوا عليا في التعاليق. وكما كتلاحظوا بدا الغليان ديال لا غوسيت ديالنا،
وهانتوما كما كتلاحظوا دابا يعني الوصفه غلات 100%، كتاكدوا منها. وانا دابا كنخلطها كتطلع منها غير واحد الريحه ديال الاعشاب فقط، يعني بدون المساله ديال ريحه الخل، لانه يعني حنا كلنا تنعرفوا ريحه الخل شويه غير مستحبه، الاغلبيه النساء ما تيحبوهاش وما تيبغيوهاش تبقى في ريحه الشعر ديالهم كاع، وانما غير جربوها على ضمانتي ف ما غاديش تكون الريحه تماما. فدابا غنخليوها تبرد ونصفيوها ان شاء الله. وبعد ما خليتها بردت شويه غادي نصفيوها. هانتوما لاحظوا معايا اللون ديالها تبدل تماما كما قلت لكم، غليوها غير واحد شويه تقريبا 15 او 20 دقيقه وصافي. دابا غناخد هنا واحد البخاخ وغادي نوضعوها. وبالصحه والراحه لجميع السيدات ان شاء الله اللي غادي يجربوها. ما عليكم الا توضعوها على الشعر ديالكم وترشوها لوليداتكم الصغار، هو خليوها تتبرد مزيان باش هكذا ما تحرقكمش الشعر ديالكم. وبالصحه والراحه، وصفه غايه في الروعه بالخل وبهذا المكون السحري اللي ديما تنذكروا لكم في لي فيديو، تنقول لكم انه زوين كيستحق منكم التجربه. فشكرا لكم غزالات ديالي، ما تنسونيش من اللايك ديالكم، اشتراك ديالكم في القناه، تفعيلكم زر الجرس، وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الصديقات والحبيبات ديالكم باش تعم الفائده للجميع. نشوفكم في فيديو قادم، سلام عليكم.